أهلا بيكم مرة تانية. طيب إحنا طول الوقت بنتكلم على إحنا عاوزين الاقتصاد بتاعنا يتحرك من حال أفضل إلى الأفضل منه، كويس قوي. وعلشان ده يحصل بالمناسبة لازم 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 ما يبقاش في حاجة اسمها اقتصاد غير رسمي. يعني إيه؟ تعرف في الفاتورة الورق إياها اللي بتطبع كده عند واحد حبيبنا مطبعة في آخر الشارع، ولا ننزل الفجالة، ولا نروح مش عارف فين ونعمل كده فاتورة هي لا ليها أول من آخر ولا مفهومة ولا تثبت أي شيء على الإطلاق، ولا مكتوب عليها رقم التسجيل الضريبي ولا حاجة. وانت حضرتك بتروح تشتري راجل امير طيب زي الفل وتقول له انا عايز فاتوره، فيدي لك بتاع ورقه كده وفيها جدول مقسوم نصين بالطول و100 فل و14، وانت بتبقى واخد الفاتوره دي وسعيد. انا مش عايزك تبقى سعيد بالفاتوره دي على الاطلاق، عشان هذه الفاتوره اولا لا تثبت لك حقا، مش مكتوب فيها حاجه. دي بتقول حضرتك اشتريت 50 متر سيراميك ودفعت كذا. طيب الفاتوره دي ايه؟ مفيش. رقم تسجيل ضريبي مفيش. ختم مفيش. ضريبة دي ورقة ولا تساوي أي شيء ولا تمنها. أدي واحد. اتنين، ده معناه يا فندم أن هذا الاقتصاد هو اقتصاد غير رسمي، يعني العملية التجارية اللي حصلت دي الدولة ما شافتهاش، لا الفلوس اللي انت دفعتها ولا الضريبة المستحقة على التاجر أو المصنع أيا كان، مفيش ضريبة هتدفع على دي خالص. ولو اتدفع الضريبة هتبقى ضريبة كلاموزية، مش بالضرورة تبقى الضريبة القانونية اللي بتحددها الدولة على هذه العملية التجارية أو على عملية بيع البيع والشراء على هذا المنتج. ماشي. طيب الحل إيه؟ الحل إنه يبقى في عندنا حاجة اسمها فاتورة إلكترونية، فاتورة تثبت حقك من ناحية وفي نفس الوقت تثبت حق الدولة من ناحية، وفي نفس الوقت لما يجي التاجر يقدمها في السجلات بتاعته تبقى 100 فل و14. طب ماذا لو هذه الفاتورة الإلكترونية تبقى بتسمع لحظيا كده عند الدولة، عند وزارة المالية؟ تبقى مزيكا. يبقى ده حاجة بتتعمل في إطار إيه بقى؟ إنه الاقتصاد غير الرسمي ده يبقى اقتصاد رسمي. وبالمناسبة ده اللي بيؤدي لما نطلق عليه الشمول المالي، وتبقى كل الفلوس اللي موجودة في البلد دي عيانا بيانا موجودة لدى أجهزة الدولة المعنية. طيب النهاردة بتأكد وزارة المالية إنه هيتم في أول إبريل اللي جاي ده كمان كام يوم بإذن الله سبحانه وتعالى إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني. ده بقى اللي بيضمن وصول اللي انت بتدفعه كمستهلك من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ البيع وتقديمها للخزانة العامة للدولة لحظياً. ده اللي عايزاه الدولة، ده اللي بتبذل فيه الدولة جهد في إيه؟ في دمج الاقتصاد غير الرسمي ليصبح جزء من الاقتصاد الرسمي لهذا الوطن. حصر المجتمع الضريبي بشكل دقيق، إرساء دعائم العدالة الضريبية. طب خلونا نحاول نفهم أكتر وببعض التفاصيل أو كثير من التفاصيل ولكن بكثير أيضا من التبسيط للمواطن. الأستاذ صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك يا صديق. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ بخير الحمد لله تمام. اشرح لنا يا فندم يعني إيه إيصال إلكتروني؟ إيصال الإلكتروني ده مستند بيعي زي ما حضرتك اتكلمت عن الفاتورة الإلكترونية. ده الاثنين مستندين لإثبات واقعة البيع. الفاتورة الإلكترونية بتبقى غالبا بين شركات، واللي احنا طبعا بدأنا بيها من حوالي سنتين. أيوة. من شهر 11 تمام 11 20، والمنظومة الفاتورة الإلكترونية شغالة وغالبية شغلها تعاملات بين الشركات. حلو قوي. تمام. وتحط فيها بيانات البيع والمشتري، كل التفاصيل بتاعة الشركات. منظومة الإيصال الجديدة اللي إن شاء الله هتشتغل من أول إبريل إن شاء الله، يعني وإحنا لسه مخلصين اختباراتها يعني، والحمد لله نجحت نجاح جيد جدا يعني تمام، وإن شاء الله حاجة مشرفة إن شاء الله هتنضاف لمنظومات اللي شغالة في مصلحة الضرائب المصرية. يعني ده منظومة جديدة، منظومة الإيصال الإلكتروني هتنضاف لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، هتنضاف لبرنامج الضريبي الاساسي اللي احنا شغالين فيه من 2018. الثلاث منظومات اللي شغالين دول ان شاء الله يعني الناس هتحس بالفرق بينهم وفرق وسرعه التعامل مع مصلحه الضرايب. ايه هو بقى الايصال الالكتروني ده؟
الايصال هو ده زي الفاتوره اللي بتاخدها كمستهلك نهائي. الايصال الالكتروني ده حلو. شيء ايصال تعامل او بيان تعامل او مستند بيثبت واقعه التعامل بينك، واقعه الشراء بينك وبين انت كمستهلك نهائي بتشتري من شركه. جميل. الفاتوره بتصدر من شركه لمستهلك نهائي. ده اسمه الايصال الالكتروني. حلو. متعارف عليه في السوق ايصال. تمام. هو بيصدر لنا بصوره الكترونيه وفوريه زي ما قلت لحضرتك، صوره لحظيه. المفروض المنظومه يعني جزء من الثانيه بتكون المنظومه استقبلت الايصال وعملت عليه تحققات كثيره جدا وتاكدت ان الايصال مظبوط، حساباته مظبوطه. الاطراف التعامل يعني طرف التعامل لو بتصدر شركه بتصدر فاتوره بتصدر ايصال، بتاكد ان اللي اصدر الايصال ده حد مسجل عندي في مصلحه الضرائب، والايصال ده موجود عندي في قاعده بيانات مصلحه الضرائب دلوقتي، وخلاص هو اوتوماتيك هيقر عنها لان هو بالفعل اقر عن الفاتوره دي عن الايصال ده في لحظه. يعني انا من من التعامل. من ابريل اخش اي مكان بشتري اي حاجه او احصل على اي خدمه هيدولي ايصال، صح كده؟ بس الايصال ده بيسمع عند حضراتكم بقى لحظيا. هو الايصال قبل ما يوصل لحضرتك كمستهلك وقبل ما يخرج من الشركه، قبل ما الشركه تعرف ان هو ايصال صحيح، احنا مصلحه الضرائب احنا اللي بنقول الايصال ده صحيح ولا مش صحيح. جميل. يعني المنظومه عندي هي اللي بتقول للمشتري وللبايع الايصال بتاعك اصبح صحيح ومقبول، اديه للمستهلك. يعني الايصال عندي قبل ما يوصل للمستهلك كمان. يعني هو بيضربه كده اهو، يسمى عند حضرتك الاول قبل ما يطبع لي واخده. بالظبط بالظبط، هو يكون عندي قبل ما ينطبع. معنى انه الطبع ده معناه انه سليم، معنى انه انطبع وعليه اليونيك ايدنتيفاير او الرقم المميز التعريف المميز بتاعه، ده خلاص بقى عندي. طيب يعني انا المستهلك، انا هعرف ازاي ان الايصال ده سليم؟ يعني ايه هو الرقم ده؟ هل هو كيو ار كود؟ هل هو باركود؟ هل هو سيريال معين انا لما اجي ابص فيه اعرف ساعتها انه الكلام ده كلام سليم وجد وقانوني وشرعي؟ طبعا طبعا، انت دي فيها اكتر من وسيله انك تتاكد. احنا معمول للمنظومه الايصال الالكتروني معمول بورتال انك تاخد الرقم السيريال بتاع الايصال ده وتستعلم عنه وتشوف كل بيانات الايصال ده. انت طبعا بتشوفه من مصلحه الضرائب، بتشوفه من بوابه مصلحه الضرائب. دي اول طريقه للتاكد. اوكي. الطريقه الثانيه، لو انت عندك موبايل فيه اي بتاع الكيو ار سكاننج ده، تقدر تسكان الكيو ار كود اللي موجود على الريسيت ده على الايصال. الكيو ار كود على طول هيجيب لك بيانات الريسيت بالظبط اللي انت شاريه. يعني انا لو مسكت الايصال الالكتروني في ايدي مثلا وهو عليه كيو ار كود، هروح اعمل له سكان كده بالتليفون هيبان قدامي كل حاجه. هيبان لك الايصال بكافه التفاصيل اللي موجوده في مصلحه الضرائب. جميل قوي. طيب يعني تمام. اي ايصال هيطبع هيبقى عليه كيو ار كود. بالظبط بالظبط. ده كلام رائع جدا. ده معناه كده ان الكيو ار كود ده لما انا هعمل له سكاننج فهيروح فاتح لي لينك على ابلكيشن او على ويب سايت، على الويب سايت بتاع مصلحه الضرائب على طول، على الويب سايت بتاع المصلحه. فانا كده ابقى متاكد وتمام التمام عشان ايه؟ ابقى انا مطمن على انه الفلوس اللي انا دفعتها اولا انا دفعتها بالطريقه السليمه للجهه السليمه، وانه هذه الجهه كده هتسدد ضرائبها كما يجب. خلاص اكيد مليون في الميه ان خلاص هي الفاتوره بقت عندي. هو ما ينفعش يقول ما اصدرتهاش، والفاتوره طبعا مؤمنه جدا جدا، محدش يقدر ينكرها بمعنى صح. حلو. لان الفاتوره بتجي لي بتقول لي ان الشركه الفلانيه الفرع الفلاني المكنه الفلانيه السيريال بتاعها كذا، البيانات دي كلها بتيجي مع بيانات الايصال. جميل. يعني معناها ان ما ينفعش نهائي ان هو يقول لا الايصال ده مش بتاعي. طيب ده يعني كلام جميل. هل هتطبق هذه المنظومه على مراحل يا فندم؟ اكيد هتاخد نفس المنهج بتاع منظومه الفاتوره الالكترونيه ان شاء الله. يعني احنا بدانا في الفاتوره الالكترونيه على مراحل، يعني في فئات من الممولين، وشغالين احنا يعني ان شاء الله يعني المرحله السابعه قريب جدا هتطلع في منظومه الفاتوره. يعني برضه هناخدها تدريجيا على فئات محدده من الممولين. المرحله الاولى هتبدا بايه؟ اللي هتبدا في ابريل باذن الله هتبدا مع مين؟ هي هتبدا غالبا مع مجموعه من الممولين المنطقه اللي معروف طبعا ان هم يعني عندهم الاي تي، فريق الاي تي عندهم كويس ان هو يقدر يعمل الربط. يعني مجموعه برضك مميزه من الناس اللي معروف عنهم الالتزام. يعني زي ما حضرتك عارف ان ما صدرش قرار لسه من سياده الوزير ان بقرار بمين اللي هيبقى ملتزم. احنا لسه بالفعل بنعمل سياسه النشر ديت، لكن احنا بناخد عينه من الممولين اللي احنا عارفين انهم ملتزمين زي ما عملنا في الفاتوره بالظبط.
بناخد عينه من الممولين اللي عارفين ان هم ملتزمين وبندخلهم معانا كشركاء نجاح يعني عشان ننجح مع بعض. هم بيدخلوا المنظومه وبيشتغلوا على المنظومه. يعني واحنا بالفعل بدانا معاهم، بالفعل بدانا مع عدد من الممولين هيشتغل معانا على طول دلوقتي. يعني مثلا يعني مثلا انه هل المساله كده مرتبطه بانه الممول منتظم ولا مرتبطه بانه الجهه لديها سيستم لو صح التعبير يسمح بذلك؟ هو مبدئيا احنا كنا في الفاتوره كنا بندخل اي حد عنده سواء عنده سيستم اي ار بي او اداره موارد عنده او ما عندوش اداره موارد بس هو شركه كبيره حجم تعاملاتها كبير بس عدد فواتيره قليل يقدر يستخدم البورتال بتاع الفاتوره. نفس الكلام ده هيحصل دلوقتي، انا هدخل الناس هشوف اللي عنده منظومه النظام محاسبي عنده في الشركه بتاعته او بيبيع عن طريق البوينت اوف سيل او نقاط البيع. ده برضو نقاط البيع اللي عنده طبعا ان شاء الله يعني هتشتغل معانا على المنظومه على طول، هيسجلها على المنظومه وتشتغل. لو الاجهزه بتاعته قديمه جدا ممكن يشتري اجهزه جديده، لكن في الغالب ان 99% من الاجهزه البوينت اوف سيل او نقاط البيع اللي موجوده في مصر ديت موجوده عند الممولين هتشتغل على المنظومه الجديده. طيب ده كلام جميل. طب انا عندي سؤال يبدو غريب شويه، امتى الفاتوره دي هتبقى فاعله لدى مثلا السوبر ماركت البقال اللي تحت بيتنا؟ البقال اللي تحت بيتكم ده بعنا حسب الانتشار الجغرافي، حسب الخطه الجغرافيه او الاستراتيجيه التطبيق منظومه الايصال. احنا بنضع اللمسات الاخيره على الاستراتيجيه ديت، يعني خلال كام يوم كده ان شاء الله الخطه هتبقى واضحه جدا، خطه النشر على مستوى الجمهوريه كلها هتبقى واضحه من اي تو زد. يعني لسه ما اقدرش اقول امتى تبقى الجمهوريه كلها مشموله في هذا الايصال الالكتروني، لسه ما اقدرش اقول ده. لا هو الرينج الزمني يعني ان شاء الله في خلال سنه كده بالكثير ان شاء الله هيكون في عدد كبير جدا جدا من الممولين، يعني معظم الاماكن اللي هتبقى في القاهره والمحافظات الكبيره هتكون داخل منظومه الايصال ان شاء الله. يعني قاهره ومحافظات كبيره ده وارد خلال سنه، لكن انه يبقى كل الاماكن على عموم الجمهوريه مشموله لسه ما قدرناش ان احنا نحط لها اطار زمني. هي مش ما قدرناش، احنا لسه ما صدرش قرار بالخطه الاستراتيجيه. احنا الخطه ديت احنا بندرسها دلوقتي كلجان تنفيذيه لمنظومه الفاتوره مع مكتب سياده الوزير مع المختصين مساعدين الوزير برضك، يعني داخلين معانا في نقطه زي ديت عشان نشوف الخطه القابله للتنفيذ. احنا مش عايزين نربك الناس، مش صح. عايزين نحط ناس في موقف ما يلحقوش يظبطوا نفسهم. مظبوط. عشان كده لازم 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 ندخل السوق بهدوء، لازم الناس يعني ما نخضش الناس ما نصدمهمش، نعرف مين اللي هيستجيب بسهوله هنجيبه الاول، اللي هيستجيب بعد كده اللي عنده لسه عنده اجراءات هياخدها بننبهه خلاص اعمل حسابك ان انت في المرحله اللي بعد كده او المرحله اللي بعدها، يعني بحيث الناس ايه تجهز نفسها من بدري. حلو جدا. طب هل المنظومه دي مربوطه بشكل او باخر مع جهاز حمايه المستهلك؟ احنا مبدئيا احنا زي ما قلت لحضرتك في اول الكلام ان احنا عندنا في اكثر من برنامج شغالين في مصلحه الضرائب، واهم برنامج فيهم مش هو برنامج الفاتوره او برنامج الايصال، في برنامج اسمه الكور تاكسيشن سيستم او البرنامج الضريبي الاساسي. البرنامج الضريبي الاساسي ده هو البوتقه اللي بتصب فيه كل بيانات مصلحه الضرائب. ده اللي فيه كل الفحص والمكافحه والسداد وكل الحاجات ديت، ده برنامج كامل فيه كل شيء يتعلق بالممول. كل البرامج اللي احنا شغالينها منظومه الفاتوره، منظومه الايصال، جهات الرصد الخارجيه، احنا بالفعل عملنا بروتوكولات مع جهات كثيره جدا في الدوله او معظم الوزارات عاملين معاها ربط مع مصلحه الضرائب دلوقتي لان انا اخد منهم المعلومات. يعني بالفعل بدانا ربط مع السجل التجاري، مع الشهر العقاري، يعني بنتحرك ربطنا مع الكهرباء، مع الميه، يعني بنربط مع الوزارات الثانيه عشان اوصل للمعلومه الدقيقة والصحيحة في وقت مناسب. ده كان هدف. أنا ليه بس بتكلم يا صلاح بيه على موضوع إنه تربط أو يربط هذا الإيصال الإلكتروني بجهاز حماية المستهلك؟ علشان ده اللي هيهم المواطن المستهلك في هذه الحال. يعني أنا النهاردة لو ربطت ده مع الجهاز على طول بتاع حماية المستهلك، فممكن جدا جهاز حماية المستهلك نفسه بقى في إطار منظومته السيستم بتاعه هيطلع له ريد ألارم إذا إنه هذا السعر لا يتفق مع المحددات اللي حطتها الدولة، فيبقى ساعتها يقدر يتعامل مباشرة حتى قبل ما المواطن يشتكي كده. أنا عرفت المحل ده بيضرب أسعار، عرفت إن المحل ده مزود في المش عارف إيه.
طيب يعني هي في فكره برضو كان انا كنت عايز اقول لحضرتك عليها برضو، ان في برنامج احنا بنعمله لسه، برنامج جديد ان شاء الله وهيطبق قريب جدا جدا، وحضرتك ممكن تسمع عنه قريب يعني خلال يا ريت ايام معدوده يعني قبل ما يخلص شهر 4 هتكون سمعت عنه، موضوع الانسنتيف سيستم، برنامج تحفيز. برنامج التحفيز ده ان شاء الله ده معمول للممول المستهلك النهائي، لما ياخد الفاتوره ويقول لي انا خدت فاتوره، اقول له اوكي انت راجل كويس، انا هدي لك حافز، هشجعك عشان تنضم، تقول لي ان الفواتير ديت الريسيتات اللي انا خدتها ان تساعدني في حصر الشركات اللي بتتعامل بالريسيتات. يعني لو رحت الشركه، لو المحل دلوقتي طلبت منه فاتوره وقال لك لا ما عنديش، هتفتح موبايل ابلكيشن اللي اسمه الانسنتيف سيستم ده، هتفتح موبايل ابلكيشن تقول انا اشتريت من الفرع الفلاني اللي عنوانه في الحته الفلانيه. كويس. تمام. ده هتبقى كومبلينت، او شكوى هتتسجل في مصلحه الضرايب. الشكوى ديت هتسمع عند، احنا رابطين زي ما قلت لحضرتك، رابطين مع معظم الجهات الحكوميه حاليا، ومخطط ان احنا نربط مع الكل بما فيهم جهات حمايه المستهلك. لازم. يعني ده مش هيبقى بعيد خالص، لان الربط احنا لازم نربط مع الكل عشان نوفر المعلومه الصحيحه ونوفرها لغيرنا. أوكي. انا كمصلحه ضرائب برضو كان عندي معلومات كتير وهتفيد جهات كتير جدا في الدوله. طبعا. عشان كده المفروض المعلومات اللي القانون بيسمح ليا ان انا اوفرها للجهات الاخرى هوفرها ليهم برضو، للدراسات الاقتصاديه واتخاذ القرار السياسي والحاجات دي. طبعا هدفنا الاساسي في النقطه ان انا اعرف الاقتصاد بتاعي رايح فين، ايه الحاجات اللي بتاثر تاثير قوي على الاقتصاد. يعني لما اتعمل قانون الفات او قانون القيمه المضافه اتحط فيه سلع جدول. سلع جدول ما بتتحطش كده، بتتحط نتيجه دراسه سوق. دراسه السلع ديت، ان السلع انا بحطها في الجدول ليه؟ لان السلع دي ليها طريقه تعامل مختلف، عشان كده بحطها جدول وبحط لها فئات ضريبه مختلف عشان ما تاثرش على المستهلك النهائي، سواء برفع الاسعار الجامد او بزياده كبيره في الاسعار، او بانخفاض ارباح الممولين. هي الفكره ان كل حاجه لازم تندرس كويس جدا، بحيث ان انا اخد قرار مبني على معلومه دقيقه واكون عارف نتيجه القرار ده ايه. وده الهدف من منظومه الفاتوره الالكترونيه، لان احنا في الفاتوره والايصال الالكتروني هدفنا الاساسي من المنظومتين دول ايه؟ ان انا اعرف السلع اللي انا بشتريها في البلد ديت اللي بتنشري وبتتباع. يعني انا عندي كاحصائيات انا اقدر اقول ان الممول ده اشترى من السلعة اكس 100 وحدة وباع منها 200، مليون في المية ده هينور لي على طول على منظومة المخاطر في مصلحة الضرائب، هيقول لي لا الراجل ده في حاجة عنده مش مظبوطة. هتتحرك الجهات اللي موجودة في مصلحة الضرائب، سواء المكافحة سواء الفحص، هيجي يشوف يقول لي تعالى بقى وريني الحاجات اللي انت بعت 200 واشتريت 100. أيوه. جبت ال 100 الثانية منين؟ حلو. الحتة دي الحاجة الثانية، انا عايز اعرف، ممكن اعرف بالجنيه ان البلد استهلكت قد ايه خلال قد ايه. يعني اقدر اقول ان شهر مارس ده البلد استهلكت مثلا من كام طن تفاح مثلا، او السلع اللي هي موجوده. طبعا هتعرف الانماط الاستهلاكيه على طول، فورا هتعرف الانماط الاستهلاكيه، احصائيات المنظومه، لان كل الاكواد والاصناف اللي موجوده على منظومه الاتصال او الفاتوره حاجات مكوده، والتكويد ده اهم حاجه، ده اهم حاجه في المنظومه. يعني بالاضافه لدقه المعلومه وسرعتها، ان انا بعرف ان الدوله بتستهلك ايه، بتتعامل مع ايه، ايه السلع اللي عليها طلب كبير، السلع اللي ما عليهاش طلب، ممكن يعني يتم اتخاذ قرارات مثلا، قرارات من وزاره الماليه او تعديل قوانين لحمايه بعض المنتجات اللي في السوق المصري بسبب ان انا بستورد كميات كبيره منها. يعني هي الفكره في الاول، المنظومات اللي انا عاملها دي لحمايه السوق ودراسه السوق دراسه كافيه. والاهم من كده برضو كان انا عايز الاقتصاد الغير رسمي لازم يدخل عندي في الاقتصاد الرسمي، لان ده هيساعدني في زياده الحصيله الضريبيه بدون تحميل اعباء زياده على الممولين الحاليين. صحيح. 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 اشكرك جدا استاذ صلاح اسماعيل، مدير اداره الاتفاقيات وتبادل المعلومات بالاداره المركزيه للتعاملات الالكترونيه.